تحفل الأسبوع الماضي بالعديد من النشاطات والأحداث ذات الطابع الإنساني التي بها علاقة بالكويت، وساهمت في المزيد من ترسيخ موقع الكويت كرائدة العمل الإنساني والإغاثي في العالم. نبدأ بالعمل الإنساني والذي تركز في اليمن هذا الأسبوع، حيث افتتح وفد الجمعية الكويتية للإغاثة الذي زار مدرستين ثانويتين في محافظتي الضالع ولحج جنوبي اليمن بعد إعادة تأهيلهما وتجهيزهما ضمن حزمة مشاريع في مختلف محافظات البلاد. ومن اليمن عودة إلى الكويت، حيث أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أن ثقافة التطوع أصبحت سائدة عالميا، واعتمدتها دولة الكويت نهجا لها من خلال الأعمال والمبادرات الإنسانية والتطوعية التي أسهم بها المجتمع الكويتي. وفي الكويت كذلك أقامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فعالية بعنوان تمكين ذوي الإعاقة سياسة وطنية مشتركة بالشراكة مع معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة ومع كلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت المقام في بيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف. وكالعادة تلقت الكويت الثناء على جهودها، حيث أشاد نائب المدير الإقليمي لشؤون الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا خوسيه دلغادو بالدعم الكبير الذي توليه دولة الكويت إلى العمل الإنساني والإغاثي في شتى أنحاء العالم.